الاسانسور تبع الشركه ديال الحافلات تاعو. كما قلت لكم المره اللي فاتت كنا في ايطاليا، كاين الاسانسور تاع هو نسيت ما قلتوش، كاين الاسانسور تاعو تعتبر تاعو تابع للشركه ديال الحافلات هنا في جينوفا. السلام عليكم ورحمة الله أحبائي في كل مكان. أنا اليوم في جينوفا، منطقة تسمى كاستيليتو، بالفيديري دي كيف تبين لنا واحد اللوحة، بالفيديري لويجي مونتالو، كاين واحد اللوحة. الموضوع ديالي اليوم اللي بغيت نهضر فيه هو مراد اللي في البرازيل، اللي تتمنى زعما من القلب ديالي إخوان كاملين اللي كاينين، المغاربة كاملين اللي كاينين في البرازيل، حاولوا تعاونوا معاه. حاولوا تعاونوا مع داك الولد اللي كان هنا في الطاليان وداز عليه مسكين صراحة، ديال دوز مغامرات كما شفنا. انا كنت من المتتبعين ديالو، كنت نشوفه ولكن اللي ما عجبنيش هو انه تغير من اللي مشى للبرازيل، تغير ما بقاش هو ذاك مراد اللي كنت نعرف هنا فاش كان هنا في الطاليان، ما كانش في جينوفا وكان في مدينة اخرى، ولكن كنت نتبعو. كان ديك الساعة هنا هو في الطاليان وديزا دوز سويسرا، المهم دوز الغرباء، دوز اوروبا، دوز شاف بزاف ديال الحوايج. اللي تنتمنى من الاخوان انكم تعاونوا مع اخوكم كيف ما كان الحال، ولو نكونوا مختلفين في الاراء، نكونوا مختلفين في التوجهات، كل واحد كيفاش يشوف الحياه بالمنظور ديالو هوايا. الانسان تبقى في ديك الانسانيه، على الاقل راه تتعاونوا مع البراني، كيفاش ما تعاونوش مع الاخ ديالنا المغربي ديالنا منا. هادشي اللي تنتمنى وتنطلب من الله انكم تعاونوا معنا. كون كان هنايا في الطاليان نوقف معاه، والله تنوقف معاه بمحامي باش ما كان نجري معاه، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن للاسف هو بعيد عليا. ولكن الا كانت اي مساعده ممكن انا نقدمها راه غادي نقدمها. يتصلوا بيا الاخوان اللي قابلين هذه المساله هذه، اللي واقفين معاه في هذه المساله هذه، وانا راه الاشاره ما كاين حتى شي مشكل، داكشي اللي قدرني على الله راه ما كاين حتى شي مشكل. هادشي اللي بغيت نقول في هاد الحلقه هادي، ونقول خوت راه حشومه صاحبي، والله العظيم الحشومه، بالله الا ما كناش نتعاونوا مع بعضياتنا، اش من مغاربه حنايا. حنا المغاربه اللي راه التاريخ عندنا، تاريخ كبير، عندنا تاريخ كبير. سيروا قراو التاريخ، سيروا قراو التاريخ، سيروا شوفوا شكون هو يا الشريف ادريسي، سيروا شوفوا شكون هو طارق بن زياد، سيروا شوفوا شكون هو يا سميتو، راه كاين بزاف. راه جيت ندير لا ليست، ندير لا ليست ونبقى نعدد بالاسماء ديال الناس العلماء المشهورين اللي كانوا عبر التاريخ في المغرب. لذلك الله يخليكم، وقفوا مع الاخ ديالكم، والانسان ينسى المشاكل، اللي كانت عنده شي مشاكل معاه ولا ما كانش يعجبو مثلا مراد في شي حاجه، يوقف معاه، ينسى المساله هذه، يمشي من جانب خيري مثلا انساني، واخا بحال ما تعرفوش هو كاع نهائيا، يدير الخير غادي يلقاه، راه ما غادي يضيعش ليه. هادشي اللي تنتمناو. بالنسبه للاخوان هنايا اللي حارين هنايا مثلا، ما تقدروش يمشيو في الطوبيس، خايفين لانه ما عندهمش الوراق وغيلقاو مشاكل مثلا مع الكونترول مع سميتو، راه كاينه واحد الطريقه اللي بغاو يصيبوا بها وريقه كارطه، المهم يقدروا يدليو بها مثلا مع الكونترول ديال الطوبيس مثلا، يقدروا يدليو بها وما يخافوا من حتى شي حاجه، يقدروا مثلا يحرر لي مخالفه بهذيك لاكارت، يمشي مثلا كاين المدارس تقريو فابور هنايا في ايطاليا، يمشيو يديو التصويره، ويديروا لهم لاكارت في الاسم ديالهم والمسائل ديالهم. هذيك لاكارت راه صالحه، انا كانت عندي باش كنت هنايا بلا وراق باش كنت مستعمله، راه صالحه انك تدلي بها بزاف ديال الحوايج، تنفعك في بزاف ديال الحوايج، السبيطار مثلا الله يستر الانسان المرض ولا شي حاجه يدلي بها حتى هي، في الطوبيس في سميتو لو في الكونترول مثلا باش يحرر لك مخالفه تدلي بها حتى هي. الا دابا غادي في الطوبيس شحال من واحد السيد دابا بحال هكا في الطوبيس كونترول زق ما عندوش وراق، زق صيفطين ورونا كحله على قبل مخالفه ديال الطوبيس على ورقه ديال اورو 50 سنتيم. هادشي اللي كاين في هذه الحلقه هذه، وتنتمنى انكم تعاونوا مع الاخ ديالكم، ونخليكم مع هذه المناظر هنايا. زعما بصراحه مده انا ما جيت لهذ البلاصه هذه، تطلع على جينوفا كامله، جينوفا جات في حفره وبحر ليه. المهم خليكم مع هذه المناظر الزوينه، نشوفوا حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.